تلعب باي الدرو بريدج، من خلال الدرو بريدج الجسر المتحرك ده او الكوبري المتحرك ده. فريدز ارينجد ابول، فريدز ظبط حفله فور ذا برنسيس سودات. الحفله قلنا كانت مهمتها او لازمه الحفله دي ان مايكل وود اسك هير فور ماريج، يطلب منها الزواج. فين هنا؟ اهي رقم بي، ان راسندل وود اسك تو ماري هير. What did Robert do to Rassendyll? Robert عمل إيه Rassendyll when he visited him in the country house؟ في الطالينيم هاوس. He stabbed him. فين؟ He stabbed him in the shoulder. طعنه في كتفه. لما قال له let's shake hands، بعد كده طعنه في كتفه. رقم C. Fritz objected to. Fritz احتج أو اعترض على إن Rassendyll جو تو ستريلساو، يروح العاصمه. فريدز وسبت طبعا الاثنين احتجوا او اعترضوا عشان هي لوكد لايك ذا كينج، اعترضوا ان هو يروح العاصمه عشان هو فعلا لوكد لايك ذا كينج، شبه الملك. جوهان ستيبد باك ان سربرايز، جوهان رجع لورا كده في دهشه. وين هي سو راسندل از، لما شاف راسندل از راسندل لوكد لايك ذا كينج. فين رقم دي؟ عشان راسندل يشبه الملك، اتخض منه لما شافه في الان عشان شبه الملك. What made Rassendyll unable to attend the coronation؟ ايه اللي خلى Rassendyll ما يقدرش او مش قادر يحضر الكورنيشن؟ فين؟ made the king، sorry. What made the king unable to attend the coronation؟ ايه اللي خلى الكينج مش قادر يحضر حفل التتويج؟ طبعا he was poisoned، مسموم. Thousand doctors wouldn't make him better. He was breathing heavily. طب التلاتة دول صح، يبقى الصح ايه؟ انه مسموم. دي الاجابة الشاملة، عشان مسموم رقم ايه. 109 بتقول why did poor او the poor people in the capital want Duke Michael to become the king؟ ليه الفقراء عايزينه يبقى هو الملك؟ عشان طبعا قال لهم اغير لكم كل حاجه ومفيش حاجه هتفضل على حالها. يبقى they wanted رقم ايه برضو؟ they wanted to change او things to change، عايزين كل حاجه تتغير. Other than the king's history what did Sabtitel Rassendyll about؟ بالاضافه الى قصه حياه الملك، what did Sabtitel Rassendyll about؟ سبت قال ايه تاني لراسندل؟ قال له why they had changed plans، ليه غيروا الخطط؟ ولا where would spend the night؟ ولا he should meet in the palace؟ ولا how he should behave in the palace؟ هيتصرف ازاي في القصر؟ قال له how he should behave in the palace. رقم دي. Why does Fritz von Tollenheim say that he understand Rodolf Rassendyll well؟ ليه فريدز قال له انا فاهمك كويس او هنتفاهم كويس؟ عشان they are both officers. رقم ايه؟ they are both officers for the king's queen the king or the queen. الاثنين كانوا ضباط عند الملك او الملكه بتاعتهم. سبت اند راسندل stopped at a farm، توقفوا في المزرعه. عشان سبت كود بوت ابانديج، عشان يحط له ضماده رباط على صباعه اللي اتصاب وايل اسكيبنج، اثناء الهروب. فين هنا؟ ايوه تو ريست اند تيك سام فود، ريست اند هاف سام فود، يريحوا ويتناولوا بعض الطعام بعد كده يرجعوا للكابيتال. وين ويل سبت اند راسندل جيت ذا ريل كينج تو ستريلساو؟ امتى سبت وراسندل هيقدروا يرجعوا الملك تو ستريلساو؟ هيرجعوا ذا نيكست مورنينج، تاني يوم الصبح. ولا ذا نايت ذات فولود ذا كورنيشن، الليله بتاعت حفل التتويج. ولا بيفور ذا سانسيت، قبل غروب الشمس. ولا افتر ذا كورنيشن. رقم بي، ذا نايت ذات فولود ذا كورنيشن، الليله بتاعت حفل التتويج. لان هم بعد حفل التتويج بالليل رجعوا او راحوا للهانتنج لودج تاني. المفروض ان هو كانوا هيلاقوا جوزيف دريسد ذا كينج ملبس الملك ومظبطه، وسبت تيك هيم باك تو ذا كابيتال ورودولف ريتيرن تو هيز كانتري. يبقى الاجابه رقم بي، مايكل وانتد هيز مين تو، مايكل كان عايز رجالته نقط. اف ذا كاسل واز اتاكد، لو القلعه هجمت عايزهم يقتلوا الملك. فين؟ نمبر اي، كيل ذا كينج اند هايد ذا بودي. If Johan did
as Rassendyll asked. لو جوهان عمل اللي هيطلبه Rassendyll. Rassendyll would arrest him, هيقبض عليه, ولا would hurt him, هيأذيه, ولا would be angry with him, ولا would imprison him. If Johan did as Rassendyll asked, Rassendyll wouldn't hurt him, مش هيأذيه. If the real king is dead, لو الملك مات, the marshal must help Princess Flavia to be the queen, طبعا فين, to become the queen of Britannia. رقم C, the duke can't kill Rassendyll, الملك مش هيقدر يقتل Rassendyll because يقتل الكينج, الواد مايكل مش هيقدر يقتل اخوه because Rassendyll will stay king, عشان Rassendyll سيظل ملك للابد. مايكل عارف انه لو قتل اخوه الملك يبقى Rassendyll سيظل ملك على طول. Why did they need to hide their king in the cellar, ليه لازم يخبوا الملك في السيلر؟ To get a doctor, عشان يجيبوا له دكتور, ولا to take him secretly to the old castle, ياخدوه سرا للقلعة, ولا to mislead Michael's men, عشان يضللوا رجالة مايكل, ولا to send him to prison, طبعا خبوه عشان يضللوا رجالة مايكل. رقم C, to mislead Michael's men. نقط did whatever Michael asks them to do, بيعملوا اللي مايكل يطلبوا. دول مين؟ السكس من الستة رجالة مايكل اللي قلنا 3 منهم foreigners و 3 Ruritanians. Why couldn't Rassendyll and Michael accuse each other, ليه مايكل وراسندل ما يقدروش يتهموا بعض بأي حاجة؟ قلنا الفيديو اللي فات ان دي because it's a stalemate, دي ورطة او مأزق. رقم A, what did Princess Flavia think of the king after the coronation, كان اعتقادها ايه او ظنها ايه لما شافت رودولف after the coronation. She thought that she was the same, زي ما هو, ولا she thought that he had changed, ولا she knew that he wasn't the king, ولا she didn't like him, طبعا لاحظت انه متغير, قالت ان هو thinner و tired و serious, انه سيريس بقى اكثر جدية وتايرد شكله متعب وثينر وارفع شوية. هاو دو, يبقى رقم بي, هاو دو سابت اند Rassendyll ليف ذا بالاس, ازاي سابت وراسندل غادروا القصر. ثرو ا سيكريت باسج, من خلال ممر سري او سيكريت بانل. وات دو سابت اند Rassendyll فايند وين ذي ريتيرن تو ذا لودج ان ذا فورست, what did they find, وجدوا ايه لما رجعوا to the lodge لل hunting lodge in the forest, لقوا ال body of Joseph, جثة جوزيف, the body of Joseph. Why does Rassendyll have to continue pretending to be the king, ليه Rassendyll لازم يكمل في التظاهر بدور الملك؟ عشان as the real king has been kidnapped, ولا he enjoys it, ولا Sept wants him to become the king, ولا the princess asks him, لا طبعا عشان الملك اتخطف. يبقى رقم A, as the real king has been kidnapped. Where was Michael indirectly, بشكل غير مباشر, referred to as an animal, in the castle, ولا in the hunting lodge, ولا in the hunting lodge, ولا in the princess guest room, طبعا in the princess guest room, شوية التلقيح اللي قعدوا يلقحوهم على بعض كان فين؟ كان في الجيست روم اوف ذا برنسس, في القصر بتاع البرنسس, في اوضه الضيافه بتاعتها. هاو وير دوك مايكل مايكلز سكس مين ديفايدد انتو, رجاله مايكل منقسمين الى روريتانيانز اند فورينرز, اجانب وروريتانيانز ومن روريتانيا. يبقى نمبر A, what did Rassendyll and Sept legally need to leave Strelsau, محتاجين ايه عشان يغادروا او يخرجوا من العاصمه؟ need a permit, اذن او تصريح, او a signed form. رقم C, signed form, استمارة موقعة من الملك. How did Flavia react towards Rassendyll's ride into the poor part of the town, رد فعلها على مشيه في الاولد بارت اوف ذا تاون, رد فعل البرنسيس كانت surprised, كانت مندهشة, that surprised her, ده شيء فاجئها. طب رد فعل الناس, او هي كانت بتقول ان البيبل must have appreciated that, الناس لازم تقدر ده. What was wrong with Lord Topham, ايه العيب عنده؟ انه he has poor eyes. رقم A, he had poor eyes. When would Rassendyll become permanent king,
لو او لما راسندل يبقى ملك على طول according to سبت، في رأي سبت، if the real king was already dead، لو الملك بالفعل مات يبقى رقم A، لو الملك مات يبقى راسندل would stay king forever، هيفضل ملك على طول. Why did Michael's men have spades؟ ليه رجالة مايكل كل واحد شايل في ايده كوريك، جايين to bury Joseph's body، يدفنوا جثة جوزيف، to hide their evil work، يخفوا عملهم الشرير، فين هنا رقم دي. Which evil work، ايه العمل الشرير ده؟ killing Joseph، قتل جوزيف، يبقى to bury Joseph's body، شايلين الجواريف ليه؟ عشان bury Joseph's body، يدفنوا جثة جوزيف. How did Rassendyll shot in the finger have an effect on him later، ازاي اصابته في صباعه كانت مأثرة عليه بعد كده؟ he couldn't ride horses، ولا he couldn't sign form، ولا he couldn't open the door، ولا he couldn't complete many important documents، ايوه رقم دي، ما كان بعض المستندات لم تكتمل، يعني ما كانتش ممضية من الملك. What did Rassendyll expect to hear from Antoinette de Maupas، توقع انه يسمع ايه من Antoinette de Maupas؟ That Rassendyll hit the king، ولا that he wasn't really the king، ولا that he was Rodolf Rassendyll، ولا Marshal Strachan؟ طبعا رقم B، يسمع ان هو مش الملك، توقع ان هي تقول ان هو مش الملك. How did Rassendyll see Strelsau، شايف Strelsau دي ايه؟ It was partly old and partly new، رقم A، شايف ان هي جزء منها قديم وجزء جديد. In the end Johan took off his hat، خلع قبعته، وستبد باك ان سربرايز، ورجع ورا في دهشة. امتى؟ when he saw as he saw a member of the royal family، ولا because he saw the real king، ولا when he saw Rassendyll، ولا because he saw the duke؟ ايون يبقى رقم B. Rassendyll didn't take the train to Strelsau، مركبش القطر لسترلساو، because he had to avoid meeting Antoinette، بيتجنب مقابلة Antoinette، ولا he wanted to have dinner with the king، عايز ياكل مع الملك، ولا he had to return to the inn، هيرجع للإن، ولا he fell asleep، نام طبعا، he fell asleep in the forest، نام في الفورست. Fritz and Sabt didn't eat much، ما أكلوش كتير، because of the events of the next day، بسبب الأحداث في اليوم التالي، فين؟ because they would do an important task، عندهم مهمة كبيرة أو هامة next morning، تاني يوم، رقم C. Because Johan's mother overheard Sabt's plan، عشان Johan's mother استمعت للخطة، they kidnapped her in the cellar with the king، رقم B، حبسوها في السيلر with the king. When they returned to the hunting lodge، لما رجعوا للهانتنج لودج، Rassendyll told Sabt that the king was poisoned، ولا Rassendyll told Sabt that Joseph was killed، ولا Sabt told Rassendyll that Joseph was killed، ولا Rassendyll and Sabt saw Duke's men carrying the king's body when they returned to the hunting lodge، لما رجعوا الهانتنج لودج، they saw، أو Rassendyll and Sabt they told، Rassendyll told Sabt، قال Sabt that the king was poisoned، ولا Rassendyll told Sabt that Joseph was killed، رقم B، لما دخل وقال له أنا مش لاقي حاجة هنا غير جثة جوزيف. كده يبقى القصة بقت تمام، حلينا القصة من كتاب نيو فريند، وحلينا القصة من كتاب جاينتس، وجبت لكم كل الأسئلة اللي متكررة في كل الكتب الخارجية. تقريبا القصة كده ما بقاش فيها أي مشكلة. كده ربنا يوفقكم، ان شاء الله هنحل بعد كده امتحانات او كام امتحان كده قبل العيد. كده انا تقريبا خلصنا كل حاجة، حلنا كل الامتحانات تقريبا من كل الكتب الخارجية، اتكلمنا في كل جزيئات، مش اجزاء، جزيئات المنهج، سواء كان في فيديوهات او في كلامنا على الواتس او على الجروبات بتاعتنا او في كلامنا قبل ما الحظر يتوقف. فان شاء الله خلال الاسبوع اللي باقي قبل العيد ده هنحل بعض الامتحانات مع التركيز على
القطع والباراجرافس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.